يا جماعة الرسول قال استغفروا الله، استغفروا، الاستغفار باب تطرقون أبواب توبة وأبواب رزق وأبواب رحمة، الاستغفار يفتح الأبواب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا بس، يمددكم بأموال وبنين بس، ويجعل لكم جنات بس، ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار ما استغفر عبد استغفار صحيح إلا جعل الله له من كل هم من فرجا ومن كل ضيق مخرجا. فقولوا استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.